من الناس لما كنت بشوف كابتن سيد حفيظ قدامي، امير عبد الحميد ورايا، بيبقى ليا كده ايه، بقول النهارده هيبقى يوم حلو. ببقى يعني في قمه حزني لما الاقي واحد من الاثنين مش موجودين قدامي، او واحد سواء بقى امير او كابتن عبد السيد عبد الحفيظ. ولكن كل واحد ليه طبيعه في التركيز واثناء الاتوبيس والتوجه، التفكير دايما ما بعد المباراه بقى. وانا قاعد كده واللاعبين وهم متجهين على الملعب، جمهوري اللي موجود ال 20,000 متفرج، ولا كان 60,000 في الوقت ده، ولا 70,000، ازاي هيمشي الا وانا لو هو مبسوط؟ ازاي هنتعامل في المباراه؟ ازاي انا هلعب؟ ازاي هتحرك؟ ازاي حاجات كتير جدا في اذهان اللاعبين اثناء التوجه للملعب، اثناء التوجه لارضيه الملعب. ازاي انا بقى بخش بقى اوضه اللبس وابتدي اجهز نفسي؟ ازاي ايضا باخد تعليمات المدرب واطبقها ان شاء الله، او اطبقها ازاي بالشكل الفني والخططي اللي ممكن كابتن حسام البدري بيفكر فيه، وانا اطبقه ازاي عملي في الملعب. حاجات كتير جدا، والاتوبيس متجه لارضيه الملعب، اللاعبين بيفكروا فيها، ايضا الجهاز الفني اكيد بيفكر ايضا بشكل مختلف بقى، شكل سيناريو المباراه. كابتن حسام البدري، كابتن احمد ايوب، كابتن سيد معوض، ازاي بيفكروا في سيناريو المباراه؟ ازاي انا اتغلب على المواقف الصعبه في الدوري التونسي؟ يعني فاز في كل المباريات اللي خاضها في بطوله الدوري التونسي. نادي الترجي فريق قوي، فريق مميز، زي ما بقول لكم يمكن سنين من فرق، من الفترات اللي فاتت فريق الترجي ابتعد شويه عن البطوله الافريقيه، ولكن عاد بقوه بمدربه المدير الفني فوز البنزرتي واللاعبين المميزين اللي انا يمكن النهارده اعتقد ان في حاجات كتير كابتن حسام البدري هيقولها بالنسبه للاعبتنا، عشان حته المراقبه سواء بقى في الضربات الثابته او الهجمات المرتده اللي ممكن تحصل لفريق الترجي التونسي. زي ما بقول لكم دي الاتوبيس الخاص طبعا بفريق النادي الاهلي، ومتجه لاستاد برج العرب، استاد الجيش ببرج العرب. كل ده احنا بنتابع باستمرار من خلال وجودنا كقناه النادي الاهلي والتغطيه الخاصه بقناه الاهلي لهذه المباراه. ولكن طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي النهارده. تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين على مدار التاريخ، يمكن 14 مواجهه ما بين الاهلي والترجي التونسي، كان 1990، وكانت كان دور ربع النهائي بكاس افريقيا، وتعادل في رادس ما بين الاهلي والترجي التونسي في الذهاب، واما في العوده فكان ايضا التعادل 0-0 بالترجي التونسي. ده يمكن دي اول المباريات في ما بين الفرقتين، ولكن طبعا هتابع مع حضراتكم احصائياتنا وكلامنا الفني عن المباريات مع نجومنا وضيوفنا، طبعا كابتن ربيع سين نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وايضا كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وايضا كابتن سمير كمونه. كلام كتير عن فنيات، وطبعا الكواليس اللي امامنا على الشاشه، سواء مراسلنا من ارضيه الملعب، ولكن من ارضيه الملعب. ولكن خلينا نروح للفاصل وارجع اكمل كلامي مع حضراتكم مع ضيوفي الكرام. هو واحد بفاضل نفسه، ولا بنجيك شمال وشاد الكره.
35. اهلي اهلي اهلي. رجوع يا خطيب. والله كنت بلعبها معاكم الان قدام الجمهور. وينط ماهر همام لربيع ياسين لطاهر ابو زيد لمختار براس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب براس وراس مرتين وهيجيب جول يا جول 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 التعادل للخطيب جول التعادل للخطيب يا سلام الخطيب نجم مصر ونجم نجوم النادي الاهلي كاس افريقيا مع ابطال مصر وابطال النادي الاهلي حسام حسن وبيلعب كرة العرضية وبيحطها بجول بيحطها بجول الثالث الثالث بيغلط ويحط الجول الأول الثالث بيغلط ويحط كرة حسام حسن العرضية على شمال يور وطاهر أبو زيد لعبها سيارة الحمدي حمد أبو راضي لطاهر أبو زيد وبيلعبها بالعرض إنما بيطلع وتلعب تاني طاهر أبو زيد وبيحطها أيمن كاوي أيمن كاوي اول مره خفيف لان قبل كده زي ما قلت لكم مصطفى عبده كان الكابتن قبل ما يعتزل كان هو اللي بيشيل